شاد مارني شمشي حام كرز ثاد لقام شو حالم شي حام أمين شلا وطري من تلميذ دقيشو بويوم بيزالد واول مذي تشم اماوس راح اقت من اورشلم اشتي سذي كد اني محكو يا خمد خنا يقلد ان من داند مريلاي كد اني محكو يا مبقور خمن خاثي لايشو قمة طلاي وبش لبرخاش ماي واني تصير دواوة ادلا يثقيل ومير طلي تميلد اني تنياث دغوت محكو يا خايم تخناد ود اختون برخاش اخ بيني نجوب لخا مني تشم قليوبا ومير طالي طوري آيت إيود بالخوض وخ نخراي من أورشلم لك يذت من دي دبريل بقاب آني يوم آثى مير طلاي مها مير طالي اللي دقيشو آوت كم نصرات ندويوه قورا نويا وخيلان التنيثد بعواذ قامت أله وقامت كل عما كم سلمي لي رابد كهنه وساود دين دموثة وكم سلوي لي وأخني خش وخوة دقيل حذيرة دم خالص دني إسرائيل وإديو يوم عد طلاثة لأويرد آني تكلي اللي تخقم انشي منك ذيلهم عجبه مسبب زل البيت تقوره وكد لاخ زين لي بغره وثيل مرا طالا ندخ زيل انتام ملاخي ومرا اللي تقيله بخايه وشو حالا لها أميناي شمت بابا وبرونا وروح تقذ شلح علمين إذا خم بريخة يا حم باروخ لك إديو إلى إذا بريخة إلى سلي ودمارا و إلى إذا تبسخوثة قاي لأن من سلي ودمارا كثطالا بسخوثة وبركاثة بس إديو أخني كيبوخم بقروخ الإيشو قاي قيب أث خايا إث عذابة وأقانة بخايدي قي مسبب كد يوم إيوخ بإيتا كلا وإيوخ مصلوية كل ناشا نشواثا وخايا انتو كل علما بس قي إيشا إثن بأث خايا يالي زورة بمياثة بثر كانسر وقي بأث خايدياً إثناشة بمياثة من مخدرات قي دخ إكله إيشو لازم تخرن خمندي أخواتي خثواتي كد لك ويلن عذابة وأوقانة بخايدياً كناشخ إيوخ سنيق العيشو ناشخ وكأنه ليوخ سنيقه إلي وكناشخ له عذابة وأوقانة
وصليوانة دياً إلى قذيلة دياً تملكوثة دشمية. صليوانة دياً إلى قذيلة تملكوثة. ومريا لها كشاوق عذابة وقانة وهم قابل عذابة تدآور بخايا دياً. لكن ليلة سبب أخني لازم لاجخ إلي لين إيشو أمشيحة إلى جاوب تعذابة دياً. مسبب إيشو كمولبلن خدرس إلى كلش مهم تخايا دياً. لازم فهمه ما وذلي إيشو بصلي وديه ما وذلي إيشو لا مره شو مندي لا مره شو مندي إيشو إيشو تعين صليوة بلا دردومة بلا دردومة. هذا هم أخني لازم تعنخ صليوانة ديا بس إيث سطانة بخاية ديا لا وسطانة كيبيل بيشخ عصبي إمد مريا ألها كد عذابه أوقانة بثاي بخاية ديا سطانة كيبيل أخني بايش عصبي إمد مريا كد إيثن عذابه بخاية بس سطانة لت شلطة بخاية ديا ليلة ألها ليلة استاذن إيشو أمشي حيل استاذن إلى ألها سو لازم صالح كد يوم حتى إيشو عينا أنت تعنو صلي ودي أخواتي خثواتي لزدوتو إن اتوخن صليوانة كبيرة إن اتوخن صليوانة إلى رابة لزدوتو لأن إيشو مشيحة إلى إمن كديو إلى إمن لزدوتو. Do not be afraid of your cross. Your cross is the key that will get you to heaven, no matter how hard your cross, how heavy it is to carry. Saint Faustina has a beautiful vision of the cross. Jesus gave Saint Faustina a vision, and he showed her people holding their crosses. And there were three different groups of people. The first set of people were dragging their crosses behind them. The second set of people were just holding their crosses. And the third were crucified to their cross. And Jesus said to her, to Saint Faustina, "Those who imitate me in my suffering will imitate me in my glory." When you're crucified to your cross, you will be raised with Jesus. You will imitate his resurrection. Many of you have had a lot of suffering in your life, right? Maybe you've lost children. Maybe you've lost your spouse. Maybe you've been a widow for a long time. Don't be afraid. Don't be afraid of your suffering. Don't be afraid of your cross. And what I want to tell you is don't just carry your cross. Don't just be embraced to it. Be crucified to it. Because when you're crucified to your cross, when you're nailed as Jesus was nailed, you will have the best resurrection, the best heaven. And so today, pray that you would be crucified, that we would be crucified to the cross, so that the more we imitate Jesus in our suffering, the more we can rejoice with him in our resurrection. Your cross is the key that will get you to heaven. Be crucified to it. Amen. لو شاسان ذا عذادي لا ولو راوى الروح